بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا بيان أيها الإخوة الكرام الفضلاء في بعض من ينشر المقاطع الجنسية ويقول يعني أريد أن أعلمكم بعض الأمور فيما يخص مثلا أوضاع الجماع، فيما يخص مثلا من يعاني من عدم الانتصاب إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء. نقول أيها الكرام الفضلاء، الله عز وجل أمرنا والضابط في هذه المسألة بعدم نشر الفاحشة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، والله تبارك وتعالى بيّن هذه الأمور: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبيّن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذه الأشياء فطرة مجبولة، والإنسان دائما عليه أن يغلق أبواب الشر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من يحرم على المسلمين شيء بسببه. والله عز وجل بيّن وضبط المسألة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والستر والعافية. ونحن لا نتألى على الله عز وجل ولا نرمي أحدا بشيء، لكن النبي يقول: إن الله حي ستير، وفي رواية ستير يحب الستر، والمسلم ينبغي أن يكون كذلك وأن يكون في هذه الأمور. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم يقول لما سئل عن نظرة الفجر قال: اصرف بصرك. وعند أحمد: لا تتبع النظرة، النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. ثم يأتي الأخ الكريم ويقول: ترى يا جماعة أنا قلت فقط يفتحه الذي محتاج له، وما يحتاج له ما يفتحه. كيف أخي المبارك يعني تلقيه في اليم مكتوفا وتقول إياك أن تبتل بالماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور المشاة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزار المشاة إلى يوم القيامة. فهذا المقطع الذي أنت تنشره وينتشر بين الناس يقع في يد هذا وفي يد هذا، والشريعة أتت بباب سد الذريعة، وهذا باب مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، ويدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخوطة، والقلب يشتهي ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. لذلك أنت الآن هذا عالم الواتساب وعالم التواصل الاجتماعي ينتشر فيه الأمور بسرعة رهيبة، فتقع في يد من يحتاج ومن لا يحتاج وغير ذلك. أخي الحبيب جزاك الله خير، الأجهزة هذه اللي أنت بتستعمل أجهزة الإجكليشنز أو الانتصاب أو إلى غيره، ما تستعمل هكذا ولا تستعمل عن طريق يعني فيلم يرسل بهذه الصورة وتعدى المقطع، يعني ما لم يقتصر على استعمال الجهاز فقط، بل أتى برجل ينام على امرأة ورجل يحضن امرأة، فالأمر تعدى. أخي الحبيب الغالي أيها المرسل الكريم جزاك الله خير، تعدى الأمر الذي أنت لو أن النية صالحة ولا لا نتهمك بذلك، لكن الأمر تعدى. وهذه دعوة صريحة للإنسان: ولا تتبع خطوات الشيطان. هذه دعوة للفاحشة، دعوة الإسقاط المروءة والعدالة، وتجعل الإنسان ينظر إلى العورات ولا يستحي من أجل ذلك. يعني الشاعر العربي يقول: إذا ما تبدت لي جارتي توريت عنها حتى يولي جارتي مأواها. ويقول النابغة الذبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتل باليد. وهذه الأمور تفسد الأخلاق وتنبت في القلب النفاق،
وأيضا تذهب الغيرة وتقتل حمية في النفس، ويرى الإنسان عادي المناظر يا أخي نبغى نتعلم يا أخي، نبغى نتعلم اللي عنده مشكلة في الانتصام يا أخي اتق الله أخي الحبيب الغالي. وأيضا سبحان الله إن هذه مفاسدها وأمورها عظيمة وتؤدي بالإنسان إلى الرذيلة، بل هناك من وقع في المانستربيشنز، وقع في استخدام الاستمناء من مثل هذه المقاطع. إن الفتن، شوف حديث النبي في الصحيح عليه الصلاة والسلام، تعرض على القلب عودا عودا كعرض الحصير. هذه فتن الألف ولم تفد الاستغراق، يدخل فيها كل هذه الأشياء، فلا تغرك نفسك أخي الحي الغالي، وانتبه لمثل هذه الأشياء، أن يزين لك الشيطان مثل هذه وتظن أن الأمر عادي ولا شيء فيه. لا، الأمور جدا تحتاج إلى وقفة وإلى تأويل. ونحن نهيب بجميع إخوة الفضلاء أنه يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، يذهب إلى العلاج، بل حتى قالوا في العلاج لا تكشف العورة إلا عند الضرورة، يعني حتى في العلاج لا تكشف العورة إلا عند الضرورة، فما بالك الآن والإنسان يرسل مقاطع ما فيها ضرورة، والناس قد سترهم الله اللي عنده مشكلة في الانتصاب وعنده مشكلة في كذا يعالجها ويعرف كيف يعالجها الحمد لله ويسأل عنها. والإنسان دائما يحتاج أنه يسأل عما يحتاجه وعما يريده، ولا يحتاج من أن يفتح هذا الباب. وفي المجموعة يعني مجموعات الوقت مرات يكون حتى في المجموعات فيها نساء والعياذ بالله، وحد طبعا خطأ المجموعات المختلطة لا تجوز، ومجموعات يكون فيها صغار سن، ومجموعات يكون فيها ناس سبحان الله يعني يؤزهم الشيطان، وهذا يجعل الإنسان يتعود على عدم غض البصر، ويتعود سبحان الله على أنه ينظر لهذه الأشياء. ولذلك الإنسان لما يغض البصر يطهر قلبه وتزكو نفسه، وأيضا يشعر بحلاوة الإيمان ويحصل له من الفراسة فيميز الحق من الباطل، ويتخلص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق البصر دامت حسرته. وغض البصر يورث القلب الفرح والسرور والإشراق والنور. فلذلك يا إخوان الكرام حفظ الله وإياكم، من يريد الزيادة يرجع للداء والدواء، ويعرف عظم هذا الأمر حفظكم الله ورعاكم، وهي تبدأ هكذا. التدخين أول ما يبدأ يقول لك خذ جرب ترى ما يسوي شيء، فيصبح مدمنا، وهكذا يبدأ الإدمان على هذه المقاطع وهذه الأشياء ونشر هذه الصور، ثم والعياذ بالله يصبح مدمنا عليها. والسبب من؟ السبب أحد الإخوة الفضلاء صالح النية، من يريد الخير ولكن كم مريد للخير لا يدركهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والبعد عن خطوات الشيطان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.